أسأل عن قوله تعالى في كتابه العزيز: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما هي الأمور الواجبة اتخاذها في العدل بين الزوجات؟ وهل هناك أمور يجوز فيها تجاوز العدل بينهن برضاهن؟ الواجب على الزوج إذا كان له زوجات متعددات أن يقسم بينهن بالسوية، فلا يفضل صغيرة على كبيرة ولا جميلة على غير جميلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل واجب في كل ما يستطيع، لكن هناك أشياء لا يستطيعها، وهي مسألة المودة. فإن المودة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها، بل هي في القلب. إنما يستطيع الإنسان أن يقسم بين الزوجات ويعدل في الأمر الظاهر كالمبيت والنفقة وما أشبه ذلك.